هسه ننتقل لترايكومونس فاجينالس. هي ضمن مجموعة اليوروجينيتال فلاجيليت. يوروجينيتال يعني موجودة باليوروجينيتال تراكت، فلاجيليت يعني بها فلاجيلي، تحرك بوسط الفلاجيلي. هي ترايكومونس فاجينالس يعني فاجينالس يعني موجودة بالفجاني، وهي بها فقط تروفوزويت، ما بها سيست، بس تروفوزويت. خلينا نشوف شنو شكل هذا التروفوزويت. هذا هو مثل هاي الصورة، طبعا هاي الصورة واضحة فما حاجة نرسم. شكله صاير مثل كمثرة أو بيضوي، فأوفويد تسمونه أو بير شيب، أوفويد أو بير شيب. شنو بيه؟ بيه سينجل نيوكليوس، نيوكليوس وحدة. بيه اكزوستايل run along its length and project posteriorly as a tail. يعني بيها exostyle يمشي على طولها وبالأخير project posteriorly كمثل الذيل. شلون هذا الذيل جاي نشوفه هذا. وبيها بعد شيء يسمونه angulating membrane، هذا مثل membrane متعرج. هذا شلون الزعنفة مال السمكة طالع شيء project externally. yes. هذا بالبيس مالته اكو شيء، هاي شوفون هذا الجوزي، هذا مثل رود، مثل عصا عمود السندي يسمونه رود او الكوستي. هذا الجوزي صار بالبيس مال الانجوليتيك ممبرين. بها بعد خمسه فلاجيلي، فور صايرات انتيريورلي 1 2 3 4، وبها الخامسه صايره بالاوتر مارجن مال الانجوليتيك ممبرين. هاي بالاوتر مارجن مال الانجوليتيك ممبرين، يعني هذا الحافة الخارجية مالته هي هاي صارة هي به الفلاجيلي، ما بين هنا بس هي موجودة بالحافة الخارجية مالته. إذا هسه شنو يشبه هذا التروفوزويد؟ ovoid shape بنيوكليوس ب exostyle project as a tail ب four flagella anteriorly، واحدة صار على angulatic membrane والangulatic membrane بالكوستي صايرة بالقاعدة مالته. أوكي هاي التروفوزويد. خلينا نشوف الصور من المختبر مالتنا ذني من سلايداتنا. هسه هاي شنو بيها؟ بيها نفس الشيء، هاي النيوكليوس ذني فور فلاجيلي والانجيوتيك ممبرين من بين، وهذا الاكزوستايل اللي طالع هنا مثل ذيل نفس الشيء. بهاي هاي بيها الاكزوست الانجيوتيك ممبرين بين اللي هو هذا، وهاي الحافة الخارجية الطخمتي هاي الفلاجيلا الخامسة، وذني الفلاجيلا البقية هاي النيوكليوس، هذا الاكزوستايل اللي بروجكت مثل التيل. نفس الحالة بالنسبة لهاي، هاي بيها الانجلينتيك ممبرين واضح، وهاي الفلاجيلا الخامسة، وذني الفلاجيلا الأربعة البقية صارت anteriorly، وهذا الاكزوستايل لبروجكت posteriorly as a tail and this is the nucleus. ونفس الشيء بالنسبة لهاي نفس المواصفات، وهاي نفس الشيء بيها هاي النواة، هاي الفلاجيلا بوحدة بين هنا، وهذا الاكزوستايل لبروجكت posteriorly as a tail. وشنو البقية نفس الشيء. هسه نجي لللايف سايكل مالته. هي طبعا بما انه بيها بس تروفوزويت، فالانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج هي تروفوزويت، وهي تكمل اللايف سايكل مالتها بسنجل هوست سواء ميل او فيميل. هسه شلون تنتقل للميل والفيميل؟ هي هاي التراكمونس فاجينالوس سيكشوال ترانسميتد، تنتقل عن خلال الانتركورس. وممكن ايضا الطفل اثناء الولاده من يعبر بالبيرث كانال مال بالفيميل ممكن ايضا تنتقل له، بس اكثر شيء سيكشوال ترانسميتد. وهي شلون وين تتواجد الهابيتات مالتها؟ وين بالفيميل راح تتواجد بالفاجينا وباليوريثرا. اوكي بالفيميل بالفاجينا وباليوريثرا، بينما بالميل راح تتواجد بالبروستيت اند باليوريثرا همين. فهسا الفيميل بالفاجينا وباليوريثرا، الميل بالبروستيت وباليوريثرا. هي السبب مرض اسمه ترايكومونياسس، هي اسمه ترايكومونس فاجينالوس، فالسبب اسم مرض اسمه ترايكومونياسس. خلنا نكتبه ترايكومونياسس. طبعا اكثر شيء سيمتومز تطلع بالفيميل، الميل يكونون تقريبا 50-90% من الميل المصابين يكونون اسيمتوماتيك ما عندهم مرض، بينما الفيميل كونتم هاي انسيدنس انه تظهر سيمتوم. ليش؟ هسه هاي الترايكومونس فاجينالس البي اتش اللي تفضل انه تعيش بيها من 3.8 الى 7.5،
والاوبتيموم بي اتش مالتها المثاليه تكون 5.5، بينما والبي اتش مال الفاجينا تكون تقريبا 4.5، يعني ضمن هذا الرينج، فتكون الظروف مثاليه لها. وايضا بعد شنو النقطه الثانيه اللي ليش هي موجوده بالفيميل اكثر وسبب سمبتوم، عندنا الانترنال لايننج مال الفاجينا الميوكوزا مالتها بثيوسيلز، ذن بثيوسيلز متروسات جلايكوجين، هذا البياض نشوفه هذا كله جلايكوجين، ذن الخلايا متروسات جلايكوجين، فهي راح تتغذى عليه، لذلك تكون بالفيميل راح تنمو اكثر والسبب سمبتوم. شنو الباثوجينيز مالته؟ شو راح تسوي بالفيميل؟ شلون تسوي سمبتوم؟ راح تجي تتغذى على ذن الخلايا، تتغذى على ذن الخلايا، feed on the mucosal cells، وتسوي سلافنج، يعني تخليها ذن الخلايا يطيحن، سبب سلافنج. لذلك راح تجي الفيميل عندها اعراض مثل vaginal discharge، اكثر عرض يصير هو vaginal discharge، يعني افرازات. ايضا بما انه هي موجوده باليوريثرا فراح تسوي لي ديسيوريا، يعني ينقطع الادرار، وايضا راح تشكي المريضه من offensive odor. وايضا بالحالات كلش تكون يعني مستفحل هذا الباراسايت واصل لمراحل متقدمة، راح يسوي فولفو فاجينالس، فولفو اند فقط 2% بالكيسز راح يصير عندهم يسمونه ستروبري سيرفكس، يصير انفلاميشن بالوول مال الفاجينا، فيسمون الحالة يسمون ستروبري فيرتكس سيرفكس، عفوا، يعني من يفحصون السيرفكس هيلقون لونه مثل ستروبري مثل فراولة. كيف إذن بالفيميل راح سبب vaginal discharge، dysuria، offensive odor، وبالحالات المتقدمة سبب إنه vulvo vaginalis، و in 2% of the cases راح سو ستروبري vertex cervix مو vertex. بينما بالميل قلنا راح تكون asymptomatic، ما راح تطلع عندهم أي أعراض، ما راح يشكون من أي شيء. وأكو بعض الشغلة بال pregnant women بالpregnancy right thickness مال الابيثيل مال الفاجينا راح يزداد، راح تزداد عن الخلايا، وكمية الجلايكوجين ايضا راح تزداد، لذلك بالبريجننسي راح تزداد عندهم الاعراض، لان الخلايا هي تتغذى على هذا الجلايكوجين وراح تزداد عندها الجلايكوجين، فراح يزداد الانسيدنس مال الانفكشن. وايضا احتمال اللي يصير دون البريجننت وومن يصير عندهم تريكومونس فاجينالس، الامنيوتيك ممبرين اللي يغطي الجنين يصير بي بريماتشور رابتشر، إنه هو يصير بيرابتشر أثناء بالليبر ويصير الليبر، هنا لا راح يصير بريماتشور رابتشر، فلذلك راح يصير لهم بريماتشور ليبر ويطلع الطفل مو بوقته، فراح يكون وزنه قليل ويعاني من هواي شغلات. وبالميل مثل ما قلنا تكون أسيمتوماتيك. بس خلنا نجي للكومبليكيشنز، هاي الفيميل صار عندها هذين الأعراض، وهاي شنو ممكن الكومبليكيشن، المضاعفات والمساوئ اللي تصير بعد. اول شيء مثل ما قلنا بالبريجننت وومن راح يصير بريماتشور ليبر، هذا البيبي صغيرون صار عنده بريماتشور ليبر خطيه، وايضا راح تزيد احتماليه اصابه الفيميل بالاتش اي في هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، اتش اي في راح تزداد احتماليه اصابتها بالاتش اي في، هذا هو الاتش اي في، وايضا راح تزداد احتماليه اصابتها فيروس ثاني هذا هو يسمونه HBV اللي هو Human Papilloma Virus، Human Papilloma Virus. Okay. Then the female complication premature labor تزداد احتمالية إصابتها بالHuman Immunodeficiency Virus، تزداد احتمالية إصابتها بالHuman Papilloma Virus. بينما بالميل قلنا هي تكون غالبا asymptomatic. ويس واجد قلنا بالبروستيت وباليوريثرا، فذاك احتمال يصير عندهم asymptomatic prostatitis، يعني inflammation of the prostate، واحتمال يصير عندهم ايضا asymptomatic urethritis، inflammation of the urethra، وايضا بعض الحالات راح يصير عندهم chronic inflammation of the prostate، chronic inflammation
chronic inflammation of the prostate ممكن يتطور إلى prostate cancer. يتطور إلى prostate cancer. يعني سرعتهم سرطان البروستات. إذا أخطر شيء بالميل هو سرط بالميل راح يسبب لنا سرطان البروستات. prostate cancer. Then it's okay. جوني أنا ذول الميل الميل asymptomatic. كنا صعب نكتشفه إلا من قذن عدة ذن لا. urethritis وبروستاتيس وهاي راح افحصها والقى عدي بس الفيميل راح تجي عندي ذن الاعراض ادزها مجموعه من التحاليل حتى كونفيرم دايجنوستس حتى اسوي دايجنوستس شنو ادزها؟ ادزها جنرال يورين اكزامينيشن فحصون اليورين نقول انها هي موجوده بالتريكوموناس فاجينالس موجوده باليوريثرا فلذلك من راح اسوي جنرال يورين اكزامينيشن راح يلقوها موجوده وايضا ممكن راح يصير ايضا فاجينال ديسشارج فاخذ هذا فياخذون هذا الديسشارج يسووا له كلتشر يفحصونه وايضا يفحصونه اندر ذا مايكروسكوب مايكروسكوبيك اكزامينيشن هذا الديسشارج يسووا له مايكروسكوبيك اكزامينيشن وكلتشر وايضا يسوي يفحصون يدورون على الانتيجين مال الباراسايت باصت الياسا تيست الياسا هذا شلون منين طلع منين يجيبون انتيجين ياخذون فاجينال سمير ويروحون يدور يفحصون يدخلون بهذا التيست ويدورون على الانتيجين مال الباراسايت وايضا ممكن يستخدمون المولكيولر تكنيكس يدورون على الدي ان اي مال الباراسايت بس اقل يستخدم بس اكثر شيء هو جنرال يورين اكزامينيشن والاكزامينيشن والجنرال يورين اكزامينيشن والاكزامينيشن اوف ذا ديسشارج اللي هو عن طريق الميكروسكوب والكلتشر هسه أنا شخص شلون أعالج؟ يعني هي المريض من إجي عمود أجينا عمود أعالجه غير يريد علاج يريد يطيب شو أسوي؟ بما أنه باراسايت أعطي أنتيبايتك وأشهر أنتيبايتك قلنا هو المترونيدازول مترونيدازول مترو مثل هذا المترو ما السفر نيدازول هذا حفظه فمترونيدازول بس هذا المترونيدازول إذا هي البيشنت فيميل لازم تهيه وزوجها اثنينهم ياخذونه يعني البوث سيكشوال بارتنرز شود تيك ذيس انتيبايوتيك وإذا أيضا الميل عده هو الحالة عده تريكوموناس فاجينالس لازم زوجته هي هم تاخذ مترونيدازول لازم اثنينهم لاحتمال ينتقل من واحد للثاني وأيضا بالفيميل تاخذ فاجينال سوبوزيتوري لمدة 7 أيام for 7 days اوكي هسه هاي تريكوموناس فاجينالس خلينا نسوي شورت ريفيو هي بيت بستروفوزويت قلنا هذا شكله حكينا هي تكون اوفويد بير شيب واللايف سايكل مالتها تتواجد بالفاجينا واليوريثرا بالفيميل وبالميل بالبروستيت واليوريثرا وهي سبب حاله اسمها تريكومونياسيس بالفيميل راح يسوي فاجينال ديسشارج ديسيوريا اوفنسيف اودر فالفو فاجينالس بالحالات المتقدمه و 2% of the cases راح يسوي استروبري سيرفكس بالبريجننسي راح يزداد معدل الاصابه والكومبليكيشن بالفيميل بريماتشور ليبر تزداد احتماليه الاصابه بالاتش بي في والاتش اي في بالشي يسمونه الميل راح تسبب لنا احتمال بروستيت كانسر والدايجنوسيس urine with discharge examination with treatment metronidazole with vaginal suppository and thank you